يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يذكر الله سبحانه وتعالى ويبين لعباده أنه هو الإله الحق المستحق للعبادة، وأن المعبود بالحق واحد لا ثاني له ولا شريك له، ولا يستحق العبادة غيره. فقال: وإلهكم، أي معبودكم الذي تعبدونه وتتقربون إليه بالعبادة محبة وتعظيما وخوفا ورجاء، واحد لا إله إلا هو، تأكيد، الرحمن الرحيم لمن عبده واستقام على شرعه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى من الآيات الكونية الظاهرة الباهرة الواضحة القريبة المحسوسة في الآية التي بعدها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فربنا ذكر أنه يستحق العبادة لأنه هو الذي يسدي هذه النعم، ولأنه جل وعلا هو الذي يعطي العبادة هذه النعم. فقال لهم من النعم خلق السماوات والأرض ودخول الليل والنهار، النهار يعمل فيه الناس ويتكسبون في دنياهم ويستعينون بها على معاشهم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وتصريف الرياح، الرياح تسوق السحاب فينزل المطر بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي يأتي بالمطر. ألم يروا أنا نسوق الماء، البسوق المطر هو الله، ما الأولياء بتاعنا الخنجر، الله بسوق المطر. ألم يروا، شايفين بعينهم من الآيات الواضحة الباهرة العظيمة السحاب، ألم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به حبا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. عشان كده ربنا قال: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الموية دي لما تجي تكب بتجي الرياح، تجيب السحاب، فيشم الخلق والعباد رائحة المطر فيستبشرون. وهو الذي يرسل الرياح بشرا مبشرات من الله بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به. شوف الكلام كله الضمير راجع لمنه؟ لربنا سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي ينزل المطر. ربنا المطر دي بنزلها الله. يا اخي ناس غلطوا للليل، احنا مسلمين 2018 القرآن نزل له اكثر من 14 قرن ونص. القرآن نزل للليل، احنا بنغنى في البشر، كثير من البشر الذين ينتسبون الى الاسلام ان هذا المطر لا ينزله الا الله. بالله شوف ورطتنا دي كيف، ورطة كبيرة، عقائد ما قال بها إبليس ولا قال بها أبو جهل ولا أبو لهب.
ألم يروا أنا نسوق الماء؟ وهنا ربنا قال فأنزلنا به الماء، أنزلنا، شوف الضمير تعظيم، لأن ربنا بلاه وحده لا شريك له، والذي ينزل المطر، فأخرجنا، فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. فعشان كده ربنا قال لك ما دام هو بنزل المطر براو، وربنا سبحانه وتعالى يقوم لك الزرع هو، عشان كده كثير من الناس لابد يعلموا أنهم إذا رموا الحبوب فإنما ينتظرون رحمة الله، وأن الله جل وعلا إذا لم يقل لهذه الحبوب أن تقوم فلن تقوم. عشان كده ربنا قال للبشر أفرأيتم ما تحرثون، أنت بتبحث بس بتحرد، أنت ما عندك زراعة، أنت بتحرد وتجدع الحبة عشان هي تقوم وترجو رحمة الله. ربنا قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ولذلك دي نعم من الله، ربنا سبحانه وتعالى عدد ليبين للعباد أنه هو الإله الواحد. معناه شنو الواحد؟ معناه أنه ما تشرك به شيء. عشان كده قال في خواتيم الآيات وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم لكن يأتون يعقلون. ناس عندهم عقل، وأي زول يموت على الشرك ويباري الشرك ده ما عنده عقل. عشان كده أهل النار قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. ما بيعقلوا. ربنا قال لهم بعد الكلام ده كله والنعم والآيات الواضحة النعم المتقلبين فوق وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول لك الجلابية دي أديها لي ظهر أسبغ جوه الطشت تمام عشان تطلع ناصعة البياض. فربنا أسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة، نعم كثيرة. تلقاه بنادي في الفقراء وربنا سبحانه وتعالى أكله، يسر له الأكل ورزقه، وفي ناس كتار ما لاقين يأكله، وبعد ما أكل الأكل خش بطنه وهضم، ناس كتار ممنوعين من أكل ما بيقدروا يأكله، وبعد ذاك خش الحمام مرق الفضلات والباقي، ناس كتار عندهم مشكلة في الموضوع ده وجسمه استفاد فهمت، وشرب الموية وجسمه انتفع بها وخرجت الأملاح والسموم، بعد ما يشكر ربنا سبحانه وتعالى مع النعم دي كلها. ربنا قال ومن الناس، بعد النعم دي ومن الناس لتعجب من هؤلاء البشر، ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أنداد ونظراء لله سبحانه وتعالى، عشان كده ربنا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه ليس لله ند وأنه لم يشارك الله في الخلق أو الرزق أو الملك أو التدبير أو النعم أحد مهما علت منزلته. ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يدعوهم مع ربنا سبحانه وتعالى، يعتقد فيهم النفع والضر من دون الله جل وعلا، يرجوهم لشدته، وإذا وقع في مصيبة دعاهم واستغاث بهم وتمرغ على عتباتهم وذهب إلى الأموات من أصحاب القبور والأضرحة وأكل من التراب ويعني عمل من الأعمال الوثنية والجاهلية، والله به عليم. عشان كده ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا
يحبونهم كحب الله. ربنا قال والذين آمنوا أشد حبا لله. طيب هم لما ما حفظوا الجميل وما شكروا الله سبحانه وتعالى في الدنيا ربنا بجازيهم بشنو؟ ربنا قال ولو يرى الذين ظلموا أي الذين أشركوا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب أي العلائق الدنيوية وقال الذين اتبعوا للذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ربنا قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مرق من النار ماف ده الشرك. شان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. روى الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. أقل واحد من أهل النار عنده عذاب ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب يوم القيامة فيقول له لو أن لك الدنيا دي كلها بما فيها من أموال وبما فيها من متع وبما فيها من نعيم وبما فيها مما يتكاثر فيه الناس ويتباهون فيه من أمور الدنيا لو أن لك الدنيا ومثلها معها أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ بتدفع كده الدنيا دي كلها تخدها فداء عشان انت تمرق من النار؟ فيقول أي والله يا رب. ربنا يقول لك كذبت قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. أبا والله مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تسمع في المسجلات وفي القنوات وفي النت ومحلات العصير والمرطبات والكافتريات والحفلات والبساطة السفرية إلا من رحم الله. فأبيت إلا الشرك بناديهم ده مش يهو ذاته بناديهم في كل قضية بناديهم حيين ميتين بناديهم فأبيت إلا الشرك. حكمك شنو؟ ما بتمرق من جهنم يا أخي. زمان الغنى ده كان حرام يضيناتك وكريعاتك وكده وكلام حرام محرم كويس لكن الليلة جاء فيه شرك. أي حفلة بيجوا يختموها بمكاشف الغوم تجي تجيب ثلاثة من الناس اللي بيرقص الواحد تلقاه بالطوطح فهمت؟ تقول قاطع شيالات جرابوكس يا زول مالك يا زول بتطوطح عاجبه اللحن يا زول دي فيها شرك وفيها كلام ذاته بتاع ناس مساطيل. زول اللي قال الكلام ده كلام مساطيل. الشايقي شايل له رتين واقف توب دي حصل لقاك زول واقف توب يا اخي بيقول لك زول رمى حجر وقع جوا المويه توب صح ولا ما صح لكن واقف توب دي كيف يعني واقف توب حمار في الطين راجي الصالحين يدوا البنزيمة وديلك تلقاهم يرقصوا يا زول ترقص في شنو انت شغال ببنزين هوس واحدين ابشر راجي المره وكلام كثير شرك بالله سبحانه وتعالى في حتى الحرام هسي الزول عشان يرقص دار له شرك الا تجيب مكاشف الغوم. اهلك العرب قال لك الرقيص مو فراسه قلت حيا وين في ناسه كان انفنست خلاص انت رقصت ثاني في شنو مرقت من الحياه والرجوله بتاعتك ما دار لا شرك بالله. فناس بدل ما يحمد ربنا سبحانه وتعالى ويستغيث به ويلجأ اليه ويطلب منه المدد ويطلب منه جميع الحوائج يمشوا لبشر ناس تعبانين وميتين. ولو جبت الفقراء ديل الليله كلهم والله لو قلت لهم اعملوا لي مسابقه هنا مش يقول لك بالحقوق
الحقوني والله انا شدد الفقره بتاعنا قدر ما يلحقون شدد بس مكاش في جيبه وبتلتلا وبدر كلهم جيبهم وانا بمشي شدد ما بيلحقون. خلي انت تكون في مطرقا عراض ولا الشمس فرملت وبتنادي في المجنون ده يا زول تنادي له شنو؟ تنادي له زول ميت زول ما بيقدر يلحقك زول ضعيف زيك ما بيسمعك ذاته لما انت بتدعوه. عشان كده يوم القيامة بينكر انك قد دعوته واستغثت به ولجأت اليه. ربنا سبحانه وتعالى قال واذا رأى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. ربنا قال فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم التوحيد. في الدنيا هنا أبو في الآخرة هناك بالشاكل بيناتهم بتشوفوا هنا ده الحوار يعصر للشيخ كرعينه متكيف منه ويشاكلك لو تكلمت في الفكي وداك طاغوت متكيف لأنه عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى وعاجباه والناس المبارنه وغش كثير من أتباعه إنه قال لهم ألعب زي ما داير أنا يوم القيامة بكون معك ها مريدي تمسك بي وكن بي واثقة لأحميك في الدنيا ويوم القيامة. يوم القيامة بتشاكلوا فهمت؟ ده قال أبقى منهم وليهم وخلي الحمال عليهم. وربنا قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. الناس قالين الموضوع ده لعب شوف انت التوحيد ده ده الأساس بتاع اللي انت بتلاقي به رب العالمين. ما عندك توحيد انت ما عندك وش تلاقي به ربك ربنا سبحانه وتعالى. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. مما مات بشرب النار. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. يوم المحشر تستقبلهم النار ذاتها بتستقبلهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج عنق من النار يوم القيامة فيقول وكلت بثلاث ومنهم وبمن دعا مع الله إلها آخر. كويس. وربنا سبحانه وتعالى لما يقول كما في سورة الحاقة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. أكبر مشكلة لما يقول له خذوه قال فيبتدره 70,000 ملك. حسين احنا بس لو قالوا لك الناس اللي في الحلقه ديل بيجروك شد يجروك ويدعوك في الحراسه ها بس الناس اللي في الحلقه ديل وديل بشر. شوف ديلك ملائكه شداد غلاظ لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يوم القيامه لما يقول خذوه بيبتدرك 70,000 ملك. دير الأول بباد أول ناس بدوا بك 70,000 ملك. أنت قال دعاء غير الله. في ناس قالين الموضوع هلال مريخ بناديو. أنت قال بتضرني أنا أنت لو لقيت الله أنا خايف عليك بالعقيدة دي بعدين بلاقوك 70,000 ملك بيستقبلوك. لما ربنا يقول خذوه الملائكة تجي تقبضك ومش خذوه سايب يشيلوك ويودوك النار طوالي لا فغلوه يربطوك اها بيخلوك مجدوع برا ثم الجحيم صلوه يعني دخلوا النار ثم جوا النار في سلسلة
ذرعها 70 ذراعا، 70 ذراعا، فاسلكوه تدخل من دبره فتخرج من فيه. شوف الكلام ده كيف، ده بسبب شنو؟ الشرك، بسبب الشرك. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم يجمع. ربنا قال فلنسفعن بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع ناديا، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب.